طيب لو رحنا بقى لكتابته فجر الضمير، هو كتب هذا الكتاب بعد رحلته بعد انتهاء الرحلة، ولا كتبه أثناء الرحلة وكان بيعدل فيه؟ هو الحقيقة جيمس هنري بريستد ليه 3 كتب مهمة جدا، بخلاف طبعا يعني مجموعة طبعا من الكتب اسمها انشن ريكوردز، دي ما زال يتناولها الباحثين حتى المحدثين، لان هي طبعا عظيمة الأهمية جدا، لان هو كان بيهتم بالكتابات وتفسير اللي هي بتدينا الفكر المصري القديم. فهو ليه كتاب عن تاريخ مصر القديمة منذ أقدم العصور حتى العصر الفارسي، وليه كتاب عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة كتاب تاريخي، وليه كتاب فجر الضمير. فدولت من أهم المؤلفات، بالإضافة طبعا إلى مؤلفاته اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي هي العلمية اللي بيتناولها الباحثين عشان يفسروا جوانب كتير من الحضارة المصرية القديمة. فجر الضمير، لما نبدأ في تفاصيله، هو اختار البداية لنفسه فين في هذا الكتاب؟ هو طبعا فجر الضمير لو اتكلمنا عن النسخة المعربة اللي بين ايدينا، لابد اننا نتكلم برضو عن المعرب اللي هو سليم حسن. سليم حسن هو ايضا اثري مهم جدا، من اول المصريين اللي هو استطاع ان هو يخترق مجال الاثار المصرية، لانه كان ممنوع ان هو او في صعوبة جدا ان عمل المصريين في هذا المجال. فكان احمد باشا كمال وسليم حسن من الاوائل اللي هم بدأوا ان هم يشتغلوا في هذا المجال. فطبعا بالنسبة للكتاب المعرب اللي هو بين ايدين حضرتك دلوقتي، هو طبعا يعني عمل مقدمة الكاتب الكبير سليم حسن والأثر المشهور، وبعد كده بدأ ان هو يحاول بقدر الامكان بحثه الأثري ان هو يتوافق في الترجمة مع جيمس هنري بريستد عشان يعرضه على المكتبة العربية وعلى العرب، وينشر نوع من الوعي المهم جدا اللي كان المصريين محتاجينه فعلا عشان يعرفوا حضارته. فطبعا بعد المقدمة ديت في تمهيد، وبعد كده طبعا التمهيد دوت بتاع جيمس هنري بريستد، وبيقول فيه ان هو طبعا كان في الفترة ديت كان بداية الحرب العالمية الأولى، هو شاهدها وتأثر بيها جدا وبما فيها من نزاعات والإنسان ازاي بيقتل الإنسان. فهو فكر ازاي الحضارات القديمة اننا ممكن ان احنا نبحث فيها ونجد فيها أسرار مهمة جدا وجميلة ويجب اننا نحييها، واللي هي بتبحث في الضمير الانساني، وان احنا لو تمسكنا بما فيها من اخلاقيات اللي هي اتبنت عليها الديانات بعد كده، ممكن ان احنا يعني نوجد مجتمعات يعني أفضل. تنتفي فيها الجريمه او تنتفي فيها المعارك الحربيه الشرسه اللي كانت موجوده.